الهدف منه هو تعديل تحسين العالم الوطني، تحسين العالم الوطني اللي موافقين عليه كاملين، الغاء المجلس الشيوخ، انشاء مجالس جهويه، تجميع عده مؤسسات، مؤسسه واحده ينقال لهم المجلس الاعلى، المجلس الاعلى للفتوى والمظالم، المجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي، هذا هو اللي بالتعديلات. شيء ثاني ما هو خالد. النظام يصر بكل الوسائل المخالفة للقانون ولمقتضيات الدستور، بدءا باللجوء للمادة 38 وانتهاءا بتوظيف كل وسائل الدولة وإمكاناتها لهذه الحملة المخالفة لمقتضيات الدستور، وإكراه الناس في القطاع العام وفي القطاع الخاص على التجاوب معه، والاستعداد أيضا لتغيب كل الأصوات وكل العيون غدا يوم الاقتراع من أجل أن يفعل ما يريد. هو يصر على أن يفرض على الشعب الموريتاني هذه التعديلات اللادستورية. نحن تظاهرنا، احتجينا على هذه على هذا السلوك، على هذا المسار، مستمرون في ذلك إن شاء الله. حملة أحادية الجانب لتغيير الدستور يرفض فيها سماع أي صوت مغاير لما يريده الجنرال، يتجلى ذلك في رفض مسيرات المعارضة وقمعها والتنكيل بها والزج بها في السجون، ناهيك عن الاختطاف القسري لبعض الشباب الذين خرجوا رفضا لهذه الأجندة الأحادية. هم 9 شباب تم اعتقالهم من منازل ذويهم أو اختطافهم إن صح التعبير وإلقائهم في غيابات السجون دون حتى سماح لمحاميهم بأن يلتقوا بهم أو معرفة أين يتواجدون أو حتى ما هي ظروفهم الصحية والنفسية. Le pays est dans l'impasse parce que voilà, il y a un référendum anticonstitutionnel.